من 20 دقيقة. ظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل بتعكس التقدم العلمي للقدماء المصريين خاصة في مجال الفلك، وتحدث يوم 22 من شهري أكتوبر وفبراير من كل سنة. بيشير أغلب الأثريين أنها بترتبط بفصلي الزراعة والحصاد عند المصري القديم، وأن يوم 22 فبراير هو اليوم الذي يتواكب مع اليوم الأول من فصل الحصاد طبقا للسنة الفلكية المصرية القديمة. بصراحة عندنا أحداث يعني كتيرة جدا ولذيذة جدا، يعني الواحد فعلا لو سافر بقى ساعتها دلوقتي أسوان ولا الأقصر عشان يشوف هذه الظاهرة فعلا بعينه، يعني نقدر فعلا الفترة الجاية ان احنا برضو نركز على السياحة الداخلية اللي دايما بتكلم عنها هنا في البرنامج، وزي ان احنا عندنا مصر مليئة بالأماكن ومليئة بالأحداث، ويعني فعلا ممكن نستغل ده فترة أحسن بكتير في الفترة الجاية. طيب نروح مرة أخرى للأخبار. ودعا وزير الخارجية التونسي الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في تحذيرات سابقة لرعاياها بعدم السفر إلى تونس، واللي تضررت سياحتها منذ مقتل 59 سائح أجنبي العام الماضي في هجومين دمويين تبنهما تنظيم داعش الإرهابي. تراجعت إيرادات السياحة في تونس عام 2015 بأكثر من 35% وعدد السياح بأكثر من 30%، وده مقارنة بسنة 2014 بسبب الهجمات وفقا لإحصاءات البنك المركزي التونسي. معنا دلوقتي على التليفون ايضا اللواء احمد حمدي، وهو نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني لسه كنت بتكلم على يعني الظاهره اللي احنا مفروض في ابو سمبل يوم الاثنين المقبل، وهي تعامد الشمس. يعني عايزه اعرف تفاصيل اكتر طبعا عن هذا الخبر لكل اللي بيسمعوا عنه، خاصه هي حاجه بتحصل مرتين في السنه. عايزه اعرف الاستعدادات لهذا الحدث الكبير. انا حابب اقول لك ان احنا بس السنه اللي فاتت ما عملناش الاحتفاليه، لان كان عندنا حد قليل في ليبيا، اخواننا اولادنا اللي كانوا من المنيا اللي قتل يعني اللي حصل على ايدين داعش في ليبيا، فاضطرينا ان احنا ما نمثلش السنه اللي فاتت. السنه دي احنا مهتمين جدا نفعله ونعمله بصوره اكبر. احنا الاحتفاليه ابتدت في فبراير، تضمنت اول حاجه فيها ان احنا بنحتفل بمرور 50 سنه على اطلاق اثار النوبه. هنبتدي او ابتدينا من 10، بحيث ان احنا يوم 21 بيكون في فريق عمل من اخواننا الاثريين واخواننا المرممين والنحاتين، بيستعينوا حتى بناس اللي كانوا موجودين معانا من 50 سنه بيرفعوا الاثار بتاعتنا اثار النوبه، بيستعينوا بيهم بينحتوا وجه رمسيس الثاني، وان شاء الله يوم 21 بالليل بنحتفل او بتحتفل محافظه اسوان مع اخواننا الاثريين ان هم بيرفعوا هذا الوجه اللي نفس بدايه الاحداث اللي اتعملت من 50 سنه في انقاذ اثار النوبه. فدي فعاليه معموله على هامش الاحتفاليه بتاعت تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني. تمام. نفس خلال العشر ايام دول في طبعا فعاليات موجوده، في عندنا 10 فرق فنيه جايين من اوروبا وافريقيا. الفرق دي بتقدم الفنون الشعبيه بتاعتها، واحنا عملنا معاهم من حوالي 3 ايام بس حفل استقبال في المطار، وكانت فرقه الفنون الشعبيه موجوده معانا المصريه مع الاخوه بتوع اليونان مع الاخوه بتوع الهند، كنا عاملين يعني كده كوكتيل من الفنون الشعبيه المصريه اللي هي اليونانيه فطار الطياره، وكانت حفله استقبال جميله بننفذها ان شاء الله في اسوان، في مطار اسوان ومطار ابو سمبل لكل الزائرين اللي بيجوا، بنعمل لهم هذه الفعاليات من خلال الفرقه الفنيه. المحافظه نفسها عامله فعاليات فنيه اعتقد برضه ابتدت يوم 10، وما شاء الله سياده محافظ والسكرتير العام مهتمين بهذا الكلام كله، بيتعمل برضه على الهامش الكلام ده، بيتعمل معارض صغيره للمنتجات اليدويه لاهالينا في اسوان، المنتجات اليدويه البسيطه موجوده برضه ان شاء الله في ابو سمبل. فالسنه دي يعني مش بس يوم 22 ولكن هو يعني الفتره اللي فاتت كلها هو حافله، يعني الايام دي كلها فيها العديد من الاحداث برضه. من يوم 10 حضرتك احنا عاملين هذه الفعاليات، ان شاء الله بتنتهي يوم 22 في ابو سمبل. مجموعه غير عاديه من القنوات الاقليميه والمحليه والعربيه والدوليه اهتمينا ان احنا نجيبها وجينا لهم الدعوه، في مجموعه كبيره جدا من السفراء موجودين ان شاء الله في ابو سمبل. ده حدث فريد وحابين العالم كله يشوفه ازاي ان احنا بنتكلم على الفراعنه اجدادنا القدامى وهذه العبقريه اللي كانت موجوده بتعمل من تعامد شمس مرتين في السنه الساعه 6 الا في الصبح بالظبط، تخيل حضرتك 6 الا في صباحا لا تعامل على وجه رمسيس.
دارس فيه. 6 الا 3 يا فندم؟ عشان انا في الخبر كان 6 و23 دقيقة، 6 الا 3. تبتدي من 6 الا 3 تخش ساعة الشمس إلى الباب، وتبتدي تنتقل من سلسلة لسلسلة ومع أربع تماثيل، آخر سلسلة اللي هو السلسلة بيقولوا عليه أهلي في الصلاة، وده ما بتروحلوش الشمس خالص، بتروح لغاية السلسلة رقم 3 ثم تبدأ تنحصر تاني يعني. السلسلة الرابع شوف برضه حتى حضرتك الثقة فيها، السلسلة الرابع اللي بيقولوا عليها خلاص ما ينفعش ترجع للشمس، ما بتوصلوش الشمس وترجع بعد كده ترجع في حركة تانية. لا بشكر حضرتك، ويا رب فعلا تعوضوا بقى الاحتفال اللي ما حصلش السنه اللي فاتت تعوضوه السنه دي، وده اكيد بيبقى ليه دور كبير جدا في ان احنا ننشط للسياحه الداخليه هنا في مصر. طيب نروح مره تانية لاخبارنا، وتوقيع الولايات المتحده وكوبا اتفاقيه في هافانا ستتم بموجبها استئناف الرحلات الجويه المنظمه ما بين البلدين للمره الاولى منذ 50 سنه. من المتوقع ان تدفع هذه الخطوه شركات الطيران الامريكيه واللي بتتسابق او الى التسابق على الفوز بحقوق تقديم الخدمات الجويه الى هافانا، واللي بيتم تحديدها ب 20 رحله جويه يوميا ذهابا وايابا في اي مكان او من اي مكان في الولايات المتحده. نروح مع بعض آخر خبر معانا في مجلتنا السياحية، وهو عن افتتاح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ممر الطائرات 105 بمطار القاهرة الدولي بعد تطويره بتكلفة 235 مليون جنيه بأحدث المعدات لزيادة كفاءة المطار وتدفق الحركة الجوية. تفقد إسماعيل مباني ركاب بمطار القاهرة، وده لمتابعة حركة السفر والإجراءات الأمنية في هذا المطار. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير. جهود مكثفة من الحكومة لرفع كفاءة شركة مصر للطيران لتنافس شركات الطيران العالمية وتنهض بقطاع السياحة في مصر، هذا ما أكده المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال افتتاحه لمدرج طائرات جديد بمطار القاهرة الدولي، حيث شهد إقلاع أول طائرة من عليه. تمتد إن شاء الله يد التطوير للعديد من الشركات والمرافق وخلافه. بالنسبة لمصر للطيران، هناك توجه بإضافة عدد كبير من الطائرات في المرحلة المقبلة، صغيرة ومتوسطة الحجم، اللي تخدم حركة السياحة وتخدم حركة السفر، وتعود بمصر للطيران أيضا كشركة رائدة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. مصر للطيران إن شاء الله في خطة للنمو، هذه الخطة إن شاء الله في خلال يعني لغاية سنة 2020 بإذن الله تعالى مفروض إن احنا نكون نصل عدد طائراتنا إلى حوالي 105 طيارة، في 2025 هنصل إلى 156 طيارة. هذه الطائرات هيكون في عدد غير قليل من الطائرات عريضة الجسم طويلة المدى، هيصل عددها لحوالي 35 طيارة، وباقي الطائرات هتبقى من الجسم اللي هو لاين واحد، أو الطائرات الصغيرة اللي هي عدد الركاب بتاعها من 150 ل 180 كرسي. هذا وقد قام المهندس شريف إسماعيل بجولة بالمطار، تفقد خلالها مجمع عمرة المحركات وأماكن الصيانة والأعمال الفنية الخاصة بالطائرات، كما شملت الجولة تفقد مشروع مبنى الركاب الجديد والمقرر له أن يستوعب أكثر من 7.5 مليون راكب سنويا. المبنى يسع لحوالي 7.5 مليون راكب في السنة، ودي إضافة جديدة لشركة بناء القاهرة أو المبنى المطار القاهرة، وزي ما أنت شايف حضرتك إنه مزود بأحدث الأجهزة الأمنية والشكل المعماري، ولما حضرتك تدخل المبنى وتشوف الإجراءات التعامل مع الراكب من أول دخوله لغاية ركوب الطائرة هتلاقي الأمور ماشية بتسلسل فعلا يعني واضح تماما. دي إضافة قوية جدا إلى جانب مبنى 3 اللي هو 11 مليون، فده يعني بيدينا مرونة ان احنا نستقبل اكبر عدد من السياح ومن المسافرين على فيه شركة ميناء القاهرة الجو. كما قام المهندس إسماعيل بزيارة إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، ووجه بتقديم التسهيلات اللازمة لضيوف مصر الكرام. توسعات كبيرة في مطار القاهرة الدولي، واستخدام لأحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تأمين المطارات، إنجازات تهدف بها الحكومة إلى تشجيع قطاع السياحة وخدمة المواطن المصري. من داخل مطار القاهرة الدولي، أحمد أبو الحسن، النيل.
مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين معاكم في المجله السياحيه. وجه معاد فقرتنا الرئيسيه في البرنامج اللي زي ما وعدتكم في الاول نحن هنتكلم فيها عن اجتماع مجلس الوزراء اللي كان يوم الثلاثاء اللي فات مع المستثمرين السياحيين وايضا مسؤولين في قطاع السياحه، وهذا الاجتماع تطرقوا فيه للعديد من الملفات.